إن الألعاب معظم الوقت تكون ممتعة وتنتهي بنهايات سعيدة، لكن إن كانت اللعبة قضية حياة أو موت مع شيطان نابغة بوجه مخيف لن تكون ممتعة أبدا، خصوصا أن فرص نجاتك لا تتعدى 5%، وهذا يعني أن النهاية لن تكون سعيدة. كاغي كاو، شيطان الألعاب في كريبي باستا، موضوع مقطعنا هذا اليوم. معكم أندر، واليوم سنتحدث عن وجه الظل الياباني. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ولنغوص في عالم النهاية. تبدأ القصة من عائلة يابانية من عصابات الياكوزا للمافيا المتكونة من أبرع المجرمين، وهما كوروتسومي ويورا يوكي كوروهانا، اللذان تزوجا وأنجبا طفلا ذكيا مثل والديه، وتم تسميته بساساكي كوروهانا. كان ساساكي يعيش حياة يملأها الشر والدم بسبب أفعال والديه وبقية أقربائه، وهذا ما جعله يكبر في فكرة واحدة في عقله، أنه حين تلعب يجب دوما أن تفوز. عندما وصل ساساكي لسن 18 بدأ في الأعمال الإجرامية بناء على كونه فردا من أسرة عريقة في المافيا، ولكن بما أن والديه لم يريد توسيخ سمعته ألزماه بلبس قناع نصفه أبيض ونصفه أسود مع وشاح بنفس الألوان كي لا يرى أحد وجهه. وكان ساساكي بارعا جدا خصوصا في قتل الأشخاص المطلوبين، لحد أنه تم تسميته بالشينيغامي أو إله الموت باليابانية. وفي أحد الأيام اتصل والد ساساكي به وقال له أن يرحل لأبعد مكان ممكن ولا يعود للبيت أبدا، وكان صوته عميقا للغاية، وكأن هذا توديع بين الأب وابنه، فحياة المجرمين من الياكوزا لا تدوم طويلا. قام ساساكي برسم وجه لقناعه يعبر به عن أن والديه سيظلان حيان معه للأبد. أصبح القناع عبارة عن جزئين لوجه مبتسم، الجزء الطيب في الجانب الأسود والجزء الشرير في الجانب الأبيض. كان ساساكي يتذكر دوما نصائح والديه بأنه يجب أن يبتعد عن عالم الإجرام التي تخص المافيا، خصوصا تلك العائلة، حيث امتلأ قلبه بالحقد ضد الشخص الذي قتلهما. وبعد مدة أسقطت صحيفة قرب ساساكي حيث قام بقراءتها، وكانت تتحدث عن المجرم الذي قتل أفراد عائلة كوروهانا المرقب بكورو إيرو أو هدير الأسد. كان الشخص الذي أسقطها أشبه بالشيطان، وكان يحدق في عيون ساساكي وكأنه يرى عالما آخر داخله من الشر والكره. كان هذا هو داراكي ماكيمانو، وهو الشيطان المسمى بطريق الفساد. أراد داراكي استغلال ساساكي وجعله شيطانا، حيث أعطاه كأسا مليئة بدمائه وطلب منه أن يشربه، وحين شربه ساساكي تحول إلى شيطان شاب وكان شكله مرعبا للغاية. وفي الليلة التالية تم قتل كل أفراد المافيا التابعين لكورو إيرو المتكونين من 100 فرد، وكانت جثثهم ممزقة ومليئة بالدماء ومرمية عليها ألعاب مختلفة مثل أوراق اللعب أو زهر النرد أو قطع الشطرنج، ولكن جثة كورو إيرو لم تكن موجودة أصلا، وكأن القاتل قد أخذها معه، وكل ما بقي منها هو كأس دماء موضوع على كرسيه. وبعد هذه الجريمة انتقل ساساكي، أو كما يلقب نفسه بكاكي كاو أو وجه الظل، إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبدأ حياة جديدة كشيطان للألعاب. أسرة كوروهانا تعد من أقوى الأسر للمافيا في اليابان، والتي تتوارث الإجرام عبر الأجيال، ولهذا كان كاغي كاو شخصا ذكيا وقاتلا بارعا حتى قبل تحوله إلى شيطان. تغير ساساكي كثيرا بسبب دماء ذلك الشيطان، فقد أصبح عبارة عن شخص قاس ولعوب، وتحولت بشرته إلى الرمادية ولم يصبح يمتلك حدقة أو بؤبؤا في عينه، وأما أظافر أرجله ويده أصبحت كالخناجر الحادة، وأصبح يمتلك أنيابا في فمه. مظهر كاغي كاو هو شاب يبدو في 21 من عمره، يرتدي قناعا ووشاحا بالأبيض والأسود، وعلى قناعه وجهين متعاكسين مع ابتسامة نصف شريرة ونصف طيبة، قفازات بيضاء مع ملابس سوداء، وشعره رصاصي اللون، يغطي رأسه بطاقية جاكيته، ويحمل معظم الوقت كأسا من الدماء المكسور. شخصية كاغي كاو
هو شاب لا يحب الحديث كثيرا، إلا أنه يكرر سؤاله الشهير هل تلعب معي أو ضحكته باستمرار. أحيانا يحب الاستمتاع بأوقاته عبر قتل الأشخاص في ألعاب مؤذية وذكية، كما أنه سادي نوعا ما. قدرات كاغي كاو: متدرب على القتال بالسيف وفنون الباركور والنينجا والكاراتي، كما أنه مستخدم جيد للأسلحة من مسدسات وبنادق، ويمتلك أظافر صلبة يمكنه تسلق بها أي مكان ويقطع أجساد الناس بها أيضا، كما ذكي للغاية ولا يحب أن يخسر في أي نوع من الألعاب. سبب هرب كاغي كاو من اليابان: أنه مطلوب من السلطات اليابانية وعصابات الياكوزا، كما أنه يرى أن الولايات المتحدة هي أرض الفرص بالنسبة له. أقرب صديق لكاغي كاو هو أوفندرمان، والذي جعل كاغي كاو يخرج من تبعية الزالجو، حيث صار صديقا أيضا لسلندرمان بعد هذا. بعد أن أصبح كاغي كاو أحد أفراد القصر، ارتبط بسادي الانتحار بسبب أن شخصياتهما تتوافق معا، وهو يحلم أن تبدأ سلالة كوروهانا بالعودة مجددا. لا تقتصر قوة كاغي كاو على الألعاب اليدوية والتقليدية، فحتى الألعاب الإلكترونية يمكنه السيطرة عليها. كاغي كاو توقف عمره عند 21 سنة، ولهذا فهو لا يكبر كبقية البشر. أرجو أن تعجبكم قصة وجه الظل كاغي كاو يا أساطير النهاية. وكإجابة عن مقطع السابق، فهي الـ SCP-811 فتاة المستنقع. أما سؤال مقطع هذا اليوم: من هي الشخصية الملقبة بمهرجة المنشار الكهربائي؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات، وأراكم في عالم النهاية.